للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي. دكتور وليد، بعد تحية، بداية الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء هيمن عليه القضايا الاقتصادية والعمل كذلك على مضاعفة الاستثمارات الخاصة بالقطاع الخاص، قراءتك لذلك الأمر؟ اهلا وسهلا بحضرتك واهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين. وبالتاكيد نشاط كبير وملحوظ لمجلس الوزراء خلال الفتره الاخيره بيتركز على تشجيع الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص. كان من المهم بحث ومناقشة آليات تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، كما أن الملفين المهمين الذي تم بحثهم والتوقيع على اتفاقيات بشأنهم في هذا الاجتماع كانوا محورين مهمين جدا. المحور الأول هو محور الطاقة المتجددة، وكيف أن مصر بالفعل بتنجح خلال هذه المرحلة نجاح كبير في جذب استثمارات الطاقة المتجددة. هذه الاستثمارات التي تتنافس عليها الكثير من دول العالم من أجل جذبها، مصر بالتعاقد مع الشركة النرويجية هي نجحت بالفعل في جذب استثمارات بقيمة 5 مليار دولار في محطة لطاقة الرياح، مما يؤكد على قدرة مصر على جذب الاستثمارات، يؤكد على قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها من زيادة حصة الكهرباء المولدة عن الطاقة المتجددة وفقا للاستراتيجية المقررة في هذا الشأن. وفي الملف الآخر وهو ملف لا يقل أهمية، ملف القطاع السياحي. أنا عايز أربط ملف القطاع السياحي بملف العاصمة الإدارية الجديدة، فمع انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة ستعود القاهرة إلى رونقها وبريقها السياحي، مما يرفع حاجتها إلى رفع عدد الغرف الفندقية التي تحتاجها، مع توقع زيادة كبيرة في السائحين خلال الفترة القادمة مع وجود منتجات سياحية جديدة كالمتحف المصري الكبير الذي ننتظر افتتاحه قريبا ومتحف الحضارات. دكتور وليد، إذا ما عدنا مرة أخرى إلى الحديث عن مضاعفة الاستثمارات الخاصة بالقطاع الخاص، زي ما حضرتك ذكرت رئيس الوزراء شهد بالفعل مراسم التوقيع على الاتفاقية مع النرويج لإقامة محطة سكاتك الخاصة بطاقة الرياح في غرب سوهاج باستثمارات وصلت إلى 5 مليارات دولار. أبرز الفوائد المتوقعة من هذه الخطوة المهمة؟ طبعا احنا يعني مصر نعلم بأن مصر تخطط لكي تكون مركز إقليمي للطاقة. في هذا الأمر بتركز على الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة. لدينا توليد طاقة من الغاز، لدينا محطة بنبان الكبرى للطاقة الشمسية، لدينا أيضا محطة توليد رياح على ساحل البحر الأحمر. نحن الآن مرحلة جديدة من مراحل التوسع في توليد الطاقة من الرياح كخطوة مهمة وخطوة كبيرة في سبيل الوصول إلى مستهدف مصر، بالوصول إلى أن تكون الطاقة المتجددة أو الطاقة الكهربائية المولدة عن الطاقة المتجددة في مصر تصل إلى نحو 42% بحلول عام 2030. هذا الأمر وهذا العقد أتصور أنه وفقا لهذا العقد ووفقا للخطوات التي تقوم بها الدولة المصرية يمكن تحقيق المستهدفات في هذا الملف قبل عام 2030. نعم، رئيس الوزراء أيضا دكتور وليد شهد مراسم التوقيع على عقدي شراكة جديدين لإدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة في منطقتين هما كانا في الأساس مناطق عشوائية مثل منطقة سور مجرى العيون، بالإضافة أيضا إلى منطقة أبراج مثلث مسبيرو، قراءتك لذلك الأمر؟ هو طبعا منطقة سور مجرى العيون وتطوير بحيرة عين السيرة ومتحف الحضارات، هذه المنطقة التي تحولت إلى منطقة سياحية ولا أروع. يعني لما نربط وجود الفندق بوجود هذه المناطق السياحية المتطورة ونربطها ايضا مع الطريق الدائري، لما موقع هذا الفندق اللي بيكون مهم جدا للسائحين لان هو بيتم ربطه مع مطار القاهره عن طريق الطريق الدائري قريب من متحف الحضارات والمنطقه المطوره في بحيره عين السيره، يستكمل المسار على الطريق الدائري للوصول الى المتحف المصري الكبير والى الاهرام والى الكثير من المناطق السياحيه. كل هذا الامر يعني بمثابه اعاده رسم لخارطه القاهره السياحيه. نعم، مسبيرو ومنطقة وسط البلد اللي كانت منطقة مزدحمة جدا مع المحاور المرورية الجديدة أصبحت منطقة في منتهى الأهمية. الفندق اليوم والتوقيع على مع شركة عالمية لإدارة فندق لازال تحت الإنشاء، فمحطة
بابل أجنس بيرو لا زالت تحت الإنشاء، إلا أنها استطاعت الدولة واستطاعت هذه المنطقة الجاذبة إلى أن تحوز ثقة شركة كبرى مثل هذه الشركة لافتتاح وإدارة فندق في هذه المنطقة. بالتالي فإن عملية تطوير السياحة وزيادة الغرف السياحية التي تحتاجها مصر بشدة لتلبية الطلب السياحي الكبير المتوقع خلال الفترة القادمة يتكامل مع مشروعات المحاور المرورية التي أصبحت تسهل للسائح الانتقال بين المناطق السياحية في القاهرة، مع تفريغ القاهرة من الزحام المرتبط بالوزارات مع انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة، يدفعنا إلى أن ننتظر القاهرة كعاصمة سياحية لها بريق كبير تستعيد فيه قدرتها على جذب أعداد كبيرة من السائحين خلال الفترة القادمة. العقد إن كان يمثل نقطة مهمة في إضافة عدد من الغرف السياحية إلى مدينة القاهرة، إلا أنه يعبر عن محور من محاور متعددة نحو إعادة القاهرة لمكانتها السياحية خلال الفترة القادمة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور وليد جابالله الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.